سلام عليكم. أكو بيت شعري للمتنبي أنا كلش أحبه وأعتقد أنه ينطبق على سامسونج بالمرحلة الحالية والجاية. هذا البيت يقول بي المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. سامسونج هواية مرات تتعرض لضغوطات شديدة وقرارات إدارية بعض الأحيان تكون خاطئة أو مصائبة، والبعض يتوهم أنه أيامها انتهت بسبب فشل هنا أو هناك، لكن دائما بالأخير شوف سامسونج تبتسم بطريقة المتنبي وتفترس منافسيها. الـ A54 اللي راح ينزل قريبا راح يكون ليث حقيقي وملك للغابة، لأن الغابة هنا هي الفئة الأشرس حرفيا، والبقاء بها للأقوى والأصلح فقط. هي فئة 250 إلى 400 دولار، الفئة اللي السبع بها يطلع دم من منافسي، وسامسونج ملكة الغابة هنا. الـ A54 وقبل الـ A53 والـ52 وحتى الـ51 والـ50 هم ملوك للغابة أبا عن جد. اليوم جبنا لكم أخبار الملك الجديد الـ A54 وليش رح يبقى ملك. مرحبا، أنا حسن وأهلا بكم في الفيديو اليوم. الجهاز يا محفوظين البقى والسلامة راح يجي بنقطتين تفوق حديدية، برر السعر الأساسي اللي تسرب أيضا مثل ما سمعتوا. السعر راح يبدي ب 369 دولار لنسخة الـ 628 ويصعد لل 399 دولار لنسخة الـ 8256 جيجا. أعرف راح تقول لي غالي، بس اللي برره برأيي ومتحسس تصوير من الأفضل GN5 الأحدث من سامسونج، قوته 50 ميجا فتحة عدسة F1.7 وبعدسة من 7 عناصر أو 7P lenses. كل هذه الهوسة تعني، وباختصار حتى ما دوخك، المتحسس بالاي 54 راح يكون متحسس فلاجشيب استعملته سامسونج بالاس 22 بلس، وانقتل جوجل بالبيكسل 6 برو والفيفو بالاكس 70 برو بلس. متحسس اثبت كفاءته مدعوم بتثبيت بصري او اي اس وتركيز سريع من نبي، وراح يدعم معلومات العمق، فما تحتاج لا متحسس عمق ساند ولا غير، وهذا يخلي عدد المتحسسات، وهنا اريدك تركز وياي، اقل. يعني احتمال لأول مرة بالفئة المتوسطة بتاريخ الهواتف كلها يجوز نشوف بسلسلة لي هذه السنة حسب بعض الأخبار، لكن مو الموثوقة لحد الآن، متحسس تليفوتو للزوم يدعم لك 3X زوم بصري و50X زوم رقمي. سامسونج إن سوتها فرح تسحب التصوير بالأجهزة المتوسطة تحت الـ 500 دولار. لكن ما خلصت السالفة ويا الـ 54، أصبر وتونس بعد بالجاي. النقطة الثانية اللي راح تفاجئ الكل هي الأداء والمعالج بالاي 54. سامسونج قررت أن تستخدم سناب دراجون 778 جي، واللي كان ولا يزال معالج الاي 73. هذه الأخبار الأولى، لأن واللي عزز هذه الأخبار أنه آخر التسريبات تترجح أن يتحول الاي 74 لاستخدام معالج سناب دراجون 870 أو السناب دراجون 7 جن 1. هذه الأخبار إن صحت الأداء بسلسلة الاي راح يكون متوحش. الاي 54 بهيك معالج راح يستاهل كل سنت بسعره، والاي 74 تستخدم بيه سامسونج معالج سناب دراجون 7 جن 1، وش اللي أبد ما يبتسم ولا دا يضحك، دا يضحك على كل من يعني يفكر بين نفسه. صراحة هيك معالجات وهيك أداء لهيك سلسلة ويا هيك كاميرات، أعتقد سامسونج وليثا مو بس دا يبتسمون، يضحكون على منافسيهم باستثناء شاومي سلسلة الريدمي الجاية منها. روح شوف الفيديو مال تسونامي راح تعرف ليش دا أقول لك، إنه شاومي أيضا ليثا دا يبتسم. آخر نقطة راح تميز الجهاز إنه الجهاز مقاوم للميول الغبار بمعيار الـ IP67، والأي 53 والـ 73 كانوا الوحيدين بالفئة كلها المقاومين بهذا المعيار. ايضا الجهاز يجيب نظام صوت استريو من سماعتين وطبقه حمايه من كورنينج من الجيل الخامس. واخيرا ولاول مره من 4 سنوات البطاريات الفئه الاي راح تزيد بالاي 54، هنا نركز وياي، راح يزيد حجمها الى 5200 او 5250 ملي امبير حسب الاخر الاخبار، لكن مع الاسف بنفس الشحن السلكي بقدره 25 واط. شاشه الجهاز ايضا اموليد 6.5 × 10 انج، دقتها فل اتش دي بلس وبتردد عالي هو 120 هرتز، لكن مو بتقنية الـ LTPO. الخلاصة أصدقائي، الـ A54 راح يكون جهاز محترم جدا بفئة 300 إلى 400 دولار. صعب على أي شركة تنافسه، يعني الجهاز عدا عن مواصفاته وسوفتويره الوحيد اللي يتميز بأربع سنوات تحديثات نظام وخمس سنوات تحديثات أمنية وراء اسم سامسونج وبراندها. بس أنتوا يا جهاز تتوقعون يقدر ينافس هيتشي ملك وتبيع منا سامسونج أكثر من 10 مليون نسخة كل سنة؟ كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، من يا شركة ويا موديل تتوقعون يقدر ينافسه. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة. يا أمان الله.